still is much better than he was before, right? What's good? What's happening? It's your boy Vlad. أرحبا بالربع. الله اليوم رايحين الجامعة بالفروة والخل كلها مبو. Oh my God! What is this? Hey! لا تلمس بس هذا جايبينه من الديرة لين هنا ودفين عليه وزن زايد بعد. أنا في محل يا جماعة في كل شيء تحتاجه للبيت. أنا جيت أشتري boxes اللي هي الصناديق او الكراتين حسب الكلمه اللي تستخدمها. شايفين هنا يجيب لك المقاس 18x18x24. اوكي. طبعا المحل هذا يوفر لك كل المستلزمات اللي ممكن تبني منها بيوت. طبعا عند الامريكان الصيانه والتصليح جدا مكلف، فلذلك يعني يجوا هنا ياخذوا الامور ويتعلموا من انفسهم ويصلحون بيوتهم بانفسهم لانه ارخص. طيب انت محمد وش جاي تصلح؟ انا ماني جاي اصلح شيء، جاي اشتري كراتين لانه خلاص يا جماعه اخوكم في الله في ينقل، باقي له في امريكا اقل من 60 يوم. ذاتس ات. اما حنروح دوله جديده. واحد من الامور اللي يخلي الناس تشتري اصلا هذا المحل انه كل شيء مصنوع في دولتهم، فيحسون انه والله قاعدين يقدمون شيء للمحل انه يجي يشترون منتج وطني. احلى شيء نظام اخدم نفسك بنفسك. يا جماعه ما بقي شيء، وير موفينج اوت اوف ذا هاوس، بس باقي مؤمن النشبه لو يساعدني يعني صراحه. غلطان اني قاعد اصور له. تعال قاعد امزح، قاعد امزح. اليوم حنروح المطعم الشايب اللي قلت لك عليه هذاك اللي رحنا قبل اسبوعين عب ماي برو. قبل المقطع اللي فات كلهم ورينا الاكل الشعبي، تكلمت عن الاكل الشعبي. اقسم بالله مطعم ضرب. Excuse me, sir, by any chance, do you know where the visitor parking is? Thank you. في امور كثيره حنتكلم عنها في الفلوج هذا. اولها قاعد ادور على شركه شحن تشحن اغراضي. والله جاء الوقت اللي لازم احلق فيه يا ولد، كويس انه اليوم بعد الحلاقه عندي. توقعوا يا جماعه، الصندوق الصغير اللي عندي بس ما كان 35 كيلو حيكلف 1800 ريال، مع نفسهم يراجعوا والله اربطه على ظهري. يا جماعة عارف ليه انت ضغط على الفيديو هذا؟ محمد وين الاكل؟ اكل شعبي وامريكي، اصبر علي بس. رجال لسه ما طلع من بيته فقاعد تمشي شوي، لكن هذه نقدر نقول هذه هي البيوت في امريكا، هذه كاني بقول لكم هذه حارتي يا جماعة. Is it water or oil? Yes. ابشركم من جماعه وصلنا الحلاق اهو، خلينا اشيل الخيشه ذي اللي في راسي. With the best barber in town Mr. Lyman. كبسه وش اصولها؟ اصولها سعوديه ولا شو اصولها؟ فلسطينيه؟ اصولها اسبانيه تخيل. يا سلام. طب الكشري؟ الكشري معروف عنه في مصر بس ما اعرف ليش. هذا الهندي يا باشا. يا سلام. تخيل. مشكلة يا محمد، مرات التاريخ في برضه صح، في لف ودوران، في لف ودوران. خليني احكي لها شغله، الحمص. الحمص انت بتعرف انه اليهود بيحكوا انه الحمص، فاهم علي كيف؟ بيحكوا نحن يعني اول ناس، فاهم علي كيف؟ سوينا الحمص. مع انه انت عارف ايش كفلسطينيه هم اول ناس كمان يسووا الحمص. هذا الموضوع اللي بتحكي فيه على اليوتيوب يا محمد. لا يو سي مي وانس اور توايس ان شاء الله، على خير ان شاء الله. صح على خير. عرفتوا ليش اجري لؤي يا جماعه؟ اخلاق، سوالف، وغير كذا انه عربي ولازم ندعم بعضنا هنا في امريكا. وصلنا يا جماعه، تروشت البست. ليتس جيت اني ما بتكلم، خلينا ندخل جوا ووريكم الاكل الشعبي الامريكي. ليتس جو. يعني الطريقه اللي تطلبوا فيها هي انا اكل بالوزن، ابغى نص كيلو، كيلو، ابغى مقطع مقسم، فبنروح جوا ووريكم طريقه الاكل وايش حنطلب. Get a pound of beef ribs and a pound of brisket. Cool. Thank you very much. هاي خلونا يا جماعة نروح ورا
ورونا المطبخ وكيف الامور قاعده تنطبخ. سو كول. اعطونا اثنين هذا تكساس توست. التكساس توست اللي يجيك التوست اللي حبه كبيره يعني يعني قد يدي تقريبا. كل مكان في العالم يختص باكلات معينه. بامريكا قاره كبيره وفيها 50 ولايه، وكل ولايه الاكل الشعبي او التقليدي يختلف تماما. نحن الان في جنوب تكساس في الولايات المتحده الامريكيه، والباربيكيو هو اهم شيء متواجد في هذه الولايه. طبعا يا جماعه قبل ما اخذ اول لقمه، هذا ينطبخ بطريقه معقده جدا، يعني ممكن بعضنا يحس بقى احطه على الجريل وخلاص ينشوي. فبعد ما نخلص اكل الرجال ما قصر، قال بيودونا ورا بيورونا كيف. Oh my god, so good, I'm ready. انا المفروض اتكلم بس ماني قادر. Look at this glory. شوفوا كيف يا جماعة تحطها مع الهوم ميد صاص حقهم. يا الله. The juices. النكهات داخلة في الراس. اعطي المطعم مطعم. شوف من قوة اللخبطة. اعطي ذا الفيديو لايك اذا بدكم تشوفوا مطاعم اكثر شعبية في المكان اللي نحن عايشين فيه. اقسم بالله يا بطل. So good. هذه يا جماعة القطعة اسمها بيف ريب. شوفوا كيف اللحم، شوفوا كيف اللحم يا محمد يا رجل. أول مرة في حياتي أحس كذا. تعال تعال شوف أمي. طبعا الرجال قال بيودينا ورا بس نشغله فجأة، لكن بوريكم شيء. تعال شوف من هنا. اتوقع انه هذا نوع حطب معين يحطوه في المكان هذا، وهو اللي يعطي الطعم والنكهة المعينة. فبنسأله اكثر لما ندخل جوا اذا فضي. والله الزحمة اللي موجودة ما شاء الله ما اتوقع يفضوا ابدا. اوكي يا جماعة زي ما شايفين المحل ما شاء الله تبارك الله فل. It's so crowded. لنا تقريبا ساعة قاعدين ننتظر عشان يورينا المكان ورا، عشان نوريكم صراحة ما ودنا نروح. لكن شوفوا وراي، يعني الناس هنا او ان كانت وراي هناك، المكان ما شاء الله تبارك الله مزدحم جدا، فمعناها انه الاكل مو بس عجبنا قاعد يعجب الكل. معاملة خاصة يا جماعة. Open, huh? Yeah. Oh wow. So how many hours? 16 hours. 16 hours. And is all the meat cooked the same way? Yeah, in the fridge this 44 hours, in the turkey 3 hours. Oh okay. Chicken 1 hour and a half. Is there like a type of wood that you guys use or just any wood? Posto? Yeah. Yeah. For people who don't know, what is brisket? Just the taxes in Japan. Okay. It's the front chest of the cow. I don't know how to explain front it. Front chest of the cow. Front chest. يعني البريسكت اللي أكلناه هو الصدر حق البقرة. Front chest. Yeah, right? The front chest of the cow. ما yeah. قصروا صراحة. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. هنطلع برا. أكلنا الحمد لله شبعنا. حاولنا نوريكم قدر المستطاع ونتكلم قدر المستطاع عن الأكل الشعبي الموجود في ولاية تكساس. احنا في مطعم اسمه The Pit Room. إذا جيتوا لهيوستن المطعم هذا موجود في وسط داونتاون. المطعم كوشر. كوشر يعني الأكل المذبوح على الطريقة اليهودية، اللي هو الحمد لله نحن كمسلمين نقدر ناكله. حبيت أوضح هذه النقطة لأنه عارف في التعليقات الكثير حيقول محمد هل الأكل حلال أو لا. فاتورة يا جماعة إذا طلعت دولار، يعني نتكلم عن تقريبا 175 ريال للأكل اللي اشتريناه وبقى مرة كثير. ما أشوفه جدا غالي ولا رخيص، في المنتصف. أنا كم أعطيه تقييما؟ أعطيه صراحة يعني 8.8 من عشرة. ربك انها عشرة. لا صراحة صراحة مو اطعم لحم اكلته في حياتي، لكن لحم جودته جدا عالية، والجو اللي موجود في المطعم يعطيك شيء مختلف تماما.
peace, respect, and love. Proud, but never satisfied. تعرف ايش حنسوي اليوم؟ وش؟ ما نفعله كل ليلة. واللي هو؟ نحاول السيطرة. لا أمزح أمزح. سوي لايك يا جماعة. I love you. See you in the next video.